دورة وعكلة. دورة وعكلة. اليوم باش ندورو نعملو في تصريحات والأقوال التاريخية والمأثورة للتهامي العبدولي. الساعة شكون هو التهامي العبدولي؟ سامحوني رئيس حزب الحركة الوطنية. يا أخي وقت يطلع الحزب هذا تلا علينا لحد توا ما فما شيء غريب. أما الحاجة الوحيدة الغريبة اللي السيد طلع يحكي اللي هو متأكد اللي في ولاية بركة عنده 40,000 منخرط. شنو هي الحكاية يا سي التهامي؟ شخصية منخرط في سيدي شخصية احنا وزعنا 40,000 في سيدي بوزيد. 40,000 عندنا 40,000 منخرط ونحن نقول اكثر من هذا. نحن سنصل يعني تقديراتنا انه عندنا 60,000 فما فوق. لا واثقه من نفسيها مش فاهمه في سيدي بوزيد برك 40,000 وتتوقع توصل ل 60,000؟ هاكم تتسميوا من اكبر الاحزاب اللي عندنا في البلاد. عندنا مناطق لا يمكن لاحد ان ينازعنا. المناطق نتاعكم يعني التيران نتاعكم اللي تكونوا فيه واش ما يحكي معكم حد في البلايص هذيك حومكم بالعربي معنا. عندك سيدي بوزيد صفاقس نصف نصف سوسة نصف 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 يعني قاسميها قسمة وخيان انت والجماعة لحد يغور على صاحبه وش يخي عملت انتخابات وحدك يا وخيا ونعتبر واحنا القوة الرابعة اللي هي تتقدم لتكون القوة الثالثة. يا ولادي قلت لكم شي السيد عمل انتخابات على روحه وقرر اللي في البلاد فما أربع قوى وهو في المركز الرابع وقاعد يتقدم باش يولي المركز الثالث. قل لي الساعة انت قدوا هالكلامة. لو كان حابين نعبيو شوارع نعبو شوارع. اسمع منه قالك تحبوا نعبيه الشوارع نعبيه الشوارع باش تولي لي راشد الغنوشي في زمانه بالعدد فإننا سنتجاوز الألف. انتهت النكتة. ربما ما فاجأهم أننا اشتغلنا في صمت هي قوة صامتة. سارة ملا يا جماعة ما تطلع كان هذه الأغلبية الصامتة اللي حكيوا عليها هل ظهر لي فيهم لموا رواحهم وعملوا حزب. أما قل لي بربي كيفاش تقولوا انتوما صامتين وانتي عندك ثلاثة جمع من بلاتو لبلاتو من إذاعة لإذاعة ومن تلفزة لتلفزة. يا وخي رتح فخار ربي شوي وقل لي بربي انتوما تعملوا في صمت 60,000 منخرط اللي لميتوهم في سيدي بوزيد كيفاش لميتوهم؟ حكيتوا معهم بالإشارات ولا بالومية؟ أما ظهر لي فيك في الحزب متاعك انت الكل في الكل، انت رئيس الحزب والامين العام والسكرتير جينيرال والبورت باغول وانت مساعد رئيس الحزب. بارك الله عليك وما شاء الله ملي سمعنا بالحزب متاعك مريناك كان انت في البلاتوات. يا اخي ما عندك حد معاك في المكتب التنفيذي ولا شنو الحكايه؟ خذ مني نصيحه ورد بالك تعمل كي الغير تطلع سبع صنايع والبخت ضايع. نزيدكم حويجه سي التهامي العبدولي ساعه على ساعه يزيد يكمل يخدم مترجم معناها يحكي ويترجم فرد وقت. دولة لها الإشراف والمراقبة في نظام من الشفافية والترانسبرانس. قلت لكمش نزيدكم انتظروا لو 14 جوان 14 جوان ليه وزادة مترجم تبارك الله عليه. وتعرفوا شنية الحاجة الباهية اللي عملت لكم دورة وعكلة وطلعت السر متاع هذا الكل وردوا بالكم تقولوا لحد القوة الكل بالتكتيك. بالتكتيك يعني تنجم التكتك. سمعت نغمة أزعجت مخي اسأل قالوا تكتيك يا جاهل. وكيفيه زعم تكتك قدي تكتك شوي يقولك لا والله يشوف انا ما نحبوش يخرج. لازم تكون تكتكشي ابني تكتكشي وبالتكتيك يا متكتك تكتك بين التكتك كل المسائل. شفتوا كيفيه ميلا السر بكله في التكتيك. أيا مالا ستو هامي يرد بالك من التكتيك ومن الحسابات على خاطر ناس بكري يرحمهم قالوا اللي يحسب وحده يفضله وفي رواية أخرى اللي تكتك وحده ترصيله في الصفر فاصل.